أهلا بكم. بعد الهزة الأرضية التي ضربت البلاد، هل تعتقد هناك حاجة ماسة لتوعية اجتماعية بكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية؟ وكيف وجدت الإجراءات الحكومية؟ حسن الشعلان، نعم نحتاج إلى توعية إعلامية واجتماعية، لأننا شاهدنا الكثير من الناس لا تعرف شيء عن التعامل مع الزلازل، والإجراءات الحكومية كانت مقبولة لأنها أمرت بمتابعة المناطق القريبة من السدود ووجهت كوادر الصحة بالالتحاق بدوائرهم. الميرزا جعفر، بالتأكيد هنالك ضرورة لتوعية المجتمع بعد الذي حصل، أما عن الإجراءات الحكومية فهي غير كافية، ووسائل الأعلام كانت زلزال ثاني في تخويف الناس. مهدي محي جواد، بالفعل نحن بحاجة ماسة للتوعية الاجتماعية بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هكذا حالات، ولا بد من تخصيص هواتف ساخنة للتواصل مع الدفاع المدني وتكثيف الجهود لمتابعة متانة الأبنية خصوصا المرتفعة منها. وبصراحة شدني متابعة وزير الموارد المائية حسن الجنابي المباشرة ونشر كل الأخبار حول سلامة السدود. محمد المياحي، نعم يجب توعية المجتمع في مثل هذه الحالات والكوارث، أما في القنوات الفضائية يجب عدم بث الرعب للحفاظ على سلامة الجميع، وأن تكون فرق الدفاع المدني الأول في هذه الحالة في التثقيف. أستاذ مصطفى، تعامل المجتمع الذي ظهر بشكل جلي بعد الهزة الأرضية على صفحات التواصل الاجتماعي يوضح مدى افتقار المجتمع للتوعية وثقافة التعامل مع الكوارث، وليست الإجراءات الحكومية ببعيدة عن هذا الافتقار والسطحية في التعامل. أخيرا زوزو، تصف هذه الإجراءات الحكومية بالبطيئة جدا، ولا يوجد وعي بالكوارث والأزمات، وثقافة الطوارئ للشعب والحكومة صفر. وكالمعتاد كانت الهزة الأرضية واللحظات العصيبة التي عاشها العراقيون ليلة الأمس والتي تحدث لأول مرة في العراق حديث صفحات التواصل الاجتماعي والشغل الشاغل للكثير من روادها، فيما كانت روح الفكاهة والسخرية السياسية حاضرة وبقوة في تلك التعليقات. التفاصيل مع خمائل الكاتب. ما أن ضربت الهزة الأرضية مناطق العراق يوم أمس حتى انتشرت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن هزات أخرى وحددت لها توقيتات، الأمر الذي أثار الهلع بين صفوف المواطنين، ما جعل الكثير منهم يترك منزله ويتوجه إلى الساحات والحدائق، وأبدى مواطنون شعورهم بالرهبة والدهشة من حادثة طبيعية تحصل للمرة الأولى في الأراضي العراقية. هو حدث يعني لأول مرة، يعني أنا بالنسبة إلي وبهذا العمر يعني أنا لم أشاهد هزة أرضية في بغداد سابقا، فحقيقة كان البارحة يعني مشهد يعني لم نراه سابقا، كان العوائل يعني هي خارجة بالشارع والأطفال، وكأنه الحدث يعني ما يخوف يعني. النقطة الوحيدة اللي كنا نتمناها البارحة ما تكون موجودة بالفيسبوك هو مسألة التأجيج الإعلامي، اكو هواية ناس استخدمت هذه النقطة كتأجيج إعلامي، وهاي النقطة هي مو بصالح أي شخص، لا بصالح المجتمع المدني اليوم ولا بصالح الوضع الراهن اللي بالعراقيين، انه ما يحتاجون فترة تأجيج. العراقيون وكعادتهم مع الأزمات كانت الفكاهة حاضرة بقوة عبر إطلاق البعض لعنان مخيلتهم ونشر تصنيفات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس أزمات البلد سياسيا واقتصاديا، أبرزها خبر عاجل عن عطلة رسمية سماح للمواطنين بالتحدث عن الهزة وأسبابها حتى الصباح، وأخرى تنقل عن رئيس الحكومة حيدر العبادي تهنئة للمواطنين بالسلامة ويرفض منحهم عطلة حتى لو مطرت طابوقا، ونشر مغردون صورة لرئيس الحكومة السابق نور المالكي الذي يتهمه خصومه التسبب بالكثرة من الأزمات، وعليها تعليق يقول فيه هم قولوا آني ورا الهزة الأرضية. كما انتشرت تغريدة أخرى بشكل لافت تقول أن سنيا اتصل بصديقه الشيعي ليطمئن عليه من آثار الهزة، فكان جوابه إحنا الهزة مالتنا باكر. مواطنون آخرون تحدثوا للحرة عن مواقف طريفة عاشوها عند لحظات الحدث. مرية قالت هزيت الشرباي، هزيت البيت، سويت فزيت، قلت لها يا بيت اهتز، قالت هزة أرضية، هي طلعت برا
وتقول جيب العباية، أنا وصعت للسطح غافي صعد، قالت وين صعد البيت راح يطبق. ردود الأفعال المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ربما لها علاقة بحالة التطبع التي مر بها العراقيون جراء تكرار الحوادث الخطيرة، في حين يربط البعض هذه الردود بأنها تترجم انتظار كثيرين أي سبب كان لكسر النمط السائد والابتعاد ولو قليلا عن الحديث بالسياسة وأزماتها. من بغداد، خمال الكاتب، الحرة. ظاهرة عدم الاهتمام بنظافة البيئة ورمي النفايات في غير أماكنها الخاصة باتت تشكل مصدر قلق وإزعاج كبيرين للمواطنين، فهي تمس عصب حياتهم وروحها. ترى هل نحن بحاجة لتوعية بما هو بديهي ويعرفه الجميع؟ فيديو اليوم لأحد عمال المطاعم في بغداد وهو يرمي النفايات في مياه نهر دجلة، والرأي لكم. شوف شوف، الله راح. نعم، ظاهرة حضارية، مطاعم تذب الزبالة بالنهر.